لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن، ومثال اليوم ورد في سورة النحل في الآية 92 أو الآية الآية رقم 91 و92، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه الآيات فيها مثال على نقض العهود، يعني هذا مثال لمن ينقض عهده، وهذا أمر مذموم ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو نقض العهود وما أكثر من ينقض العهد ويخلف الوعد، ما أكثر هؤلاء في الناس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لأنه خلق مذموم وسيء، أراد الله عز وجل أن ينفر المؤمنين من أن يقعوا فيه، وهو نقض العهد وخلف الوعد، فضرب الله عز وجل هذا المثال. والمثال يظهر لنا من خلال يعني تفسير الآيات الإجمالي، فالله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني أوفوا بكل عهد عاهدتم عليه الله سبحانه وتعالى أو عاهدتم عليه الناس. المسلم ينبغي أن يكون صادق في وعده وعهده، فإذا عاهد الله على شيء فإنه لا يجوز له أن يخلف الله هذا العهد. إذا عاهد الناس على شيء لا يجوز له أن يخلف ذلك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا أيمانكم بعد تغليظها بالحلف بالله، لا تنقضوا يعني هذا العهد، هذا العقد مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس، ولا سيما إذا اصطحب ذلك الحلف بالله عز وجل. يعني قد يكون العهد والعقد بينك وبين أحد من الناس أو بينك وبين الله، كان تقول لله علي كذا ونحو ذلك، أو تعاهد الله على شيء كأعظم عهد تعاهد الله تعالى عليه وهو التوحيد،
فهذا أعظم عهد، فإنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا عهد عليك أن تشهد بهذا دائما، ولذلك لا يجوز لك أن تنقض ذلك. وكذلك إذا عاهدت الناس في عهد أو وعد أو نحو ذلك لا يجوز لك أن تنقض ذلك، فالله عز وجل يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. والتوكيد إذا كان يصاحب هذا الوعد حلف بالله عز وجل، حلف بالله عز وجل. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، أي جعلتم الله عز وجل عليكم شهيدا في ذلك. هذا يعطي الأمر تغليظا. كثير من الناس يأتي لإنسان آخر ويعاهده ويعاهده ونحو ذلك ويحلف أيمانات، وهذه الأيمانات كلها من باب التوثيق. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني هو يحلف هذه الأيمانات ليبين له أنه لن يخلف ما عاهده عليه وما وعده عليه وما عقده معه، فيحلف هذه الأيمانات ثم بعد ذلك يخلف بعد ذلك وينقض هذا العهد وهذا الميثاق بينه وبين الناس. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الوعد، هذا العهد، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وسيجازيكم على ذلك بالصدق في العهد أو بالخلف، سيجازيكم على ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى منفرا من نقض العهد، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا هو المثال، ولا تكونوا كهذه المرأة، لا تكونوا كهذا المثال، لا تكونوا في عهودكم وعقودكم كحال هذه المرأة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا في نقض العهود سفهاء العقول كهذه المرأة، كما قال كثير من المفسرين. هذه امرأة حمقاء كانت في مكة تغزل يعني غزلها، يعني تأتي بالخيوط وتمكث اليوم كله تغزل في هذا الخيط حتى تصنعه ثوبا جميلا، حتى إذا صار ثوبا جميلا إذا بها ماذا تفعل؟ تنقضه مرة أخرى، تعيده أنكاثا، تعيده كما كان خيوط بعد ما تصنعه وتجعله كاملا، تفك مرة أخرى ثم تعود بعد ذلك في يوم آخر وتفعل ذلك. وهذا لأنها حمقاء، يعني عندها سفه في عقلها. فالله سبحانه وتعالى يرهب المؤمنين من خلف الوعد ونقض العهد بهذا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني لا تكونوا بعد هذا العهد الذي عاهدتم الله عليه أو عاهدتم الناس عليه سفهاء خفاف العقول كهذه المرأة التي تعبت في غزلها وصوفها أو قطنها ثم بعد ذلك نقضته، فهي تعبت في غزله وتعبت في ماذا؟ في نقضه، وذلك لأنها سفيهة حمقاء لا تفهم. فإياكم أن تكونوا مثل هذه المرأة في نقض العهود والتراجع والانتكاس والعياذ بالله. وهذا حال الناقض للعهد،
هذا حال المنتكس من حال طيب إلى حال سيء، نسأل الله العفو والعافية. كحال هؤلاء الذين مثلا يأتون بعد رمضان فيعودون إلى سيرتهم الأولى، كان مدخن وبطل التدخين في رمضان يرجع للتدخين، كانت متبرجة فتحجبت في رمضان فترجع إلى التبرج، كان يمتنع عن فعل أشياء من المعاصي فيرجع إليها بعد رمضان، كان يكثر من الصلاة والقراءة والتدين وكذا في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتكس والعياذ بالله وترك كل ذلك. نحن لا نقول إنه هيكون بعد رمضان مثل رمضان تماما، ما في أحد أبدا يكون بعد رمضان كرمضان أبدا، لكن لا يجوز له أن يتراجع وينتكس كحال هذه المرأة كذلك، بحيث يهدم كل ما بنى. إنما ينبغي على المؤمن أن يسدد ويقارب، أن يسدد ويقارب. كان في رمضان حال وحال، نعم لا يستطيع أن يكون بعده كذلك، لكن يكون قريبا منه، يكون قريبا منه. وهكذا كل من يبني بناء عظيما ثم ينقضه حاله كحال هذه المرأة، ولا سيما في أمر العهود والعقود، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تتخذون أيمانكم، الأيمان يعني الحلف بالله سبحانه وتعالى، يوم يعاهد الناس يحلف والله كذا، يوم الناس يصدقون لأنه عمال يحلف بالله. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل الخديعة، الدخل الخديعة، تتخذون أيمانكم خديعة، يوم يحلف للناس عشان يخدعهم، علشان الناس يصدقوه هو يكذب، وهو يريد الخلف، وهو يريد نقض العهد. سأفعلن والله لا أفعلن، وهو يريد نقض هذا العهد، فهذا يخدع الناس. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أن تكونوا في هذا اليمين وهذا التغليظ من اليمين والتوكيد، تريدون قطع حق أمة هي أربى أعظم أكبر منكم، لأجل أنكم لا تقدرون عليها لأنها أعظم منكم. فعندما عند ذلك تخادعون بماذا؟ بالأيمانات، تخادعون بالأيمانات. ولذلك كما قال يعني المفسرون، تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها، لتكون أمتكم أعظم من أمة خصومكم. والأيمانات لأجل أن يخادع من لا يقدر عليه، فكيف إذا كان بأيماناته يخادع وهو قادر، يخادع وهو قادر، هذا أسوأ، هذا أسوأ. واحد ضعيف بيقعد يحلف أيمانات عشان يخادع اللي هو أقوى منه، فالأقبح منه إن واحد قادر يقوم يحلف أيمانات عشان يخدع غيره. فلماذا تحلف هذه الأيمانات كذبا؟ وهذا حاله كحال الملك الكذاب، كحال الملك الكذاب. ملك يكذب لماذا؟ لماذا تكذب؟ أنت الملك، أنت سيد الناس، من سيحاسبك؟ ولذلك لماذا تكذب؟ وكذلك الذي يحلف الأيمانات لأجل أن يخدع غيره، ولا سيما إذا كان غيره أقوى منه أعلى منه، ويزداد قبحا إذا كان هو أقدر، ومع ذلك يحلف الأيمانات والعهود كذبا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به،
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إنما يبلوكم الله عز وجل به، إنما يختبركم الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود. هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى ليرى الصادق من الكاذب. فهناك من يحلف للناس ويواعد الناس ويكذب، وهذا يختبر الله عز وجل الناس به، وهو الأيمان. فإنه إذا حلف الإنسان بالله عز وجل ظن الناس فيه الصدق، وهذا اختبار وامتحان. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي ما كنتم بسببه اختلفتم، فحلف بعضكم الأيمانات العظيمة كذبا ليخادع الناس وينقض العهد ويخلف الوعد. وجه التمثيل هنا كما سبق هو أن الله عز وجل جعل سبحانه وتعالى المرأة الحمقاء التي تغزل وتنقض غزلها مثالا لكل من نقض عهده، مثالا لكل من نقض عهده. فكل من ينقض عهده مع الله أو مع الناس هذا مثاله، هذه المرأة الحمقاء التي تغزل ثم تنقض بعد ذلك غزلها. وأما الأخبار المتعلقة بالمثال فهي كثيرة أيضا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينقض عهده وأن يخلف وعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى أيضا في سورة الإسراء، قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد، هذا أمر من الله تعالى بالوفاء بالعهود، إذا عاهدت الله أو عاهدت الناس. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا أيضا تنفير من نقض العهود. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تقول ولا تفعل، تقول وتخالف، تعد وتخلف، تأخذ على نفسك العهود ثم بعد ذلك تنقض. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف. فهذه صفات المنافقين، وهو أنه يعد ويخلف، أنه يعاهد وينقض، وهذه صفات المنافقين. واليهود فإنه من أبرز من كان يخلف الوعد وينقض العهد، اليهود كذلك. والله سبحانه وتعالى قال فيهم: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهؤلاء في كل عهودهم ينقضونها على مر الزمان، وكذلك المنافق. فإن من أبرز صفات المنافقين خلف الوعد ونقض العهد، آية المنافق، يعني أعظم خصال المنافقين. وليس هذا الحديث، وهذا من باب التنبيه يعني كفائدة، ليس هذا الحديث معناه أن من اتصف بهذه الصفات من المسلمين يكون منافقا نفاقا اعتقاديا،
نفاقا اعتقاديا، فإنه يلتبس أحيانا على البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ويذكر هذه الخصال برواية أخرى: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا في حق المسلمين، يكون المسلم إذا كانت هذه خصاله قد قارب المنافقين نفاقا اعتقاديا في أحوالهم، وذلك لأن هذه أصول النفاق الأخلاقية، أصول النفاق الأخلاقية والعياذ بالله. فهذه أبرز صفات المنافقين والعياذ بالله: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان. ولذلك كان من أبرز الصفات أنه إذا وعد أخلف. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا لأجل أن هذه أصول النفاق وأبرز صفات المنافقين، وإلا فالمنافقون صفاتهم أكثر من ذلك، أي صفاتهم الذميمة والعياذ بالله. ومما جاء أيضا في مسألة الوفاء بالعهود ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. جابر يحكي رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده وقال له: لو قد جاء مال البحرين، يعني لو فتح الله عز وجل لنا البحرين، لو أعطينك من مال البحرين كذا وكذا وكذا. يعني يقول رضي الله عنه: كذا وكذا وكذا، يعني ثلاث حسيات، ثلاث، يعني يحثو من المال ويديله ثلاث مرات. قال: فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فتحت البحرين إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. البحرين اللي هي العراق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فتحت العراق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فتحت بعد ذلك. فلما كان زمن أبي بكر قال جابر رضي الله عنه: فلما جاء مال البحرين في زمن أبي بكر، أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى، يعني أمر المنادي أن ينادي في الناس: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. عدة يعني وعد. من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم وعد، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فليأتنا، يجي يقول لنا هذا الوعد لأجل أن نوفي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، يعني قال لي: لو جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا. قال: فحث لي حثية أو حثية، يعني أبو بكر حث له حثية أو حثية من المال، يعني كبش كده من المال. قال: فعددتها، يعني اللي هي الحثية هذه عددتها. قال: فإذا هي 500 دينار درهم، الله أعلم. قال: فإذا هي 500. قال: فقال لي: خذ مثليها. فقال لي: خذ مثليها، يعني أبو بكر قال له: خذ واحد، خلاص قدرنا الواحد طلعت كام، 500، خلاص يبقى هياخد بعد كده 1000. فهذا أيضا فيه
شاهد وهو الوفاء بالعهود. فإن أبا بكر رضي الله عنه وفى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لو أن إنسانا عاهد إنسانا شيئا آخر فمات قبل أن يوفي له فيحسن بورثته أن يوفوا بعهده وأن يقوموا عنه بذلك كما فعل أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كما قال أبو بكر في الناس: من كان له عند ميتنا عدة أو دين فليأتنا. يعني كان موعده بهبة عطية نحو ذلك يجي لنا ويقول لنا. نعم. لكن طبعا مع تغير الناس تغير الزمان قد يأتي من هو يكذب، ولذلك يتحرى في ذلك الصدق والكذب. ومما جاء أيضا في مسألة يعني عدم الخلف أو عدم نقض العهد والوفاء بالعهود كذلك، ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنفال، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان بينه وبين ملك الروم أمد. معاوية رضي الله عنه في خلافته أو في إمارته كان بينه وبين ملك الروم أمد، يعني هدنة، أجل، ما فيش قتال، فهذا بمثابة ماذا؟ العهد، دي معاهدة بين الفريقين. قال أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين ملك الروم أمد، قال: فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون. معاوية رضي الله عنه بينه وبين ملك الروم أمد، وليكن الأمد مثل هينتهي الأسبوع اللي جاي، آخر الأمد ده الأجل ده هينتهي الأسبوع اللي جاي. معاوية رضي الله عنه أخذ جيش المسلمين وانطلق به قاصدا بلاد الروم قبل انتهاء الأمد بأيام أو نحو ذلك، بحيث يصل قرب بلادهم على مشارف الإيش؟ انتهاء الأجل. وليكن مثلا الأجل هينتهي مثلا يوم الجمعة اللي جاي، يكون معاوية يوم الخميس فين بقى؟ على مشارف بلادهم، بحيث يوم الجمعة ينتهي يوم السبت يغير عليهم. ليه؟ لأن هم مش هيكونوا متوقعين أن المسلمين هيجوا بالسرعة دي. فلما كان ذلك قام إليه عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر. عمرو بن عبسة هذا أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل. فقال: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها، فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها، يعني زمانها أجلها. قال: فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيش. شوف الأخلاق العظيمة، أخلاق الإسلام. معاوية رضي الله عنه ما كان واخد باله من المسألة، وظن أنه يحقق نصر للمسلمين، أنه هو يفجأهم مباشرة بعد انتهاء الإيش؟ الأمد. فإذا بعمر بن عبسة ينبهه إلى أن هذا فيه شبهة الخلف ونقض العهود، مع أنه هو هينتهي العقد خلاص، لكن هذا فيه تحرك قبل انتهاء العقد ونحو ذلك، ففيه شبهة نقض العهد. ولذلك ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من معاوية رضي الله عنه الأمير أن رجع بالجيش، ما كان منه إلا أن رجع بالجيش، وما استكبر وما استعلى وما قال له: لا أنا الأمير وأنا كلامي هو اللي هيمشي أو نحو ذلك، وإنما رجع بالجيش من باب الوفاء بالعهود وعدم الإيش؟ وعدم الغدر
ونقضي العهود. فنقض العهود والغدر عاقبته أيضا وخيمة في الآخرة، عاقبته وخيمة أيضا في الآخرة. ومما يعني يذكر في ذلك أو ما جاء في ذلك ما رواه يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر، نافع هذا ابن عمر رضي الله عنه، قال نافع: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، نافع ابن عمر بيحكي لما أباسف ماشي جزاك الله خيرا مولى عمر جزاك الله خير يا داود، نافع مولى عمر، فيحكي نافع أنه لما خلع الناس، أنا سالم اختلط بذهني سالم مولى ابن سالم ابن عمر، سالم مولى عمر، مولى حذيفة الثاني ابن عمر اسمه مولى عمر، نعم مولى عبد الله ابن عمر، قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية رضي الله عنه جمع ابن عمر بنيه وأهله. لما خلع الناس يزيد ابن معاوية رضي الله عن أبيه وعن سائر المسلمين وغفر الله له، وكان يزيد فيه مساوئ كثيرة جدا، فخلعه الناس ثاروا عليه وخلعوه. قال: جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. نسأل الله العفو والعافية. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. في رواية: ينصب له لواء عند استه، يعني مشهد عجيب جدا، عند استه مؤخرة الإنسان، فينصب له لواء، واللواء ده طالع مكتوب عليه الغدرة بتاعته، إنه غدر بكذا يوم كذا، فعل كذا يوم كذا ونحو ذلك. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. وقال يعني ابن عمر: وإن من أعظم الغدر أن يبايع الرجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون فصل بيني وبينه. يعني انظر إلى عظيم الوفاء بالعهد من ابن عمر رضي الله عنه. والبيعة، بيعة الإمام، إمام المسلمين، من أعظم العهود، من أعظم العهود التي تكون بين الناس. فلما ثار الناس على يزيد، ابن عمر رضي الله عنه رفض ذلك، وذلك أنه قد بايع، فكيف يثور عليه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى أن ذلك نوع من الغدر وعدم الوفاء بالعهد الذي أخذ على الناس في ذلك، وأنهم بايعوه ثم بعد ذلك يخلعوه، فهذا غدر وعدم وفاء بالعهود. كل هذه المواضع التي ذكرناها كلها تتحدث عن نقض العهود، وأنه لا يجوز للمؤمن أن ينقض عهده، وأنه يجب عليه أن يوفي بالعهد. لكن هنا ربما يعني تحدث شبهة، أو ربما تختلط بعض المواضع من القرآن أو من السنة في هذه المسألة على أذهان البعض. يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نوفي بالعهد وأن نوفي بالأيمانات إذا حلفنا، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينقض عهده
ولا ينقض أيمانه بعد توكيدها. فهل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء فأجد الذي هو خير منه فأفعل وأكفر عن يميني؟ هل هذا فيه تعارض؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحيانا أحلف على الشيء أن أفعله أو أتركه فيظهر لي ما هو خير منه عكس ما أنا حلفت، يعني حلفت ألا مثلا آكل شيئا، حلفت ألا أدخل البيت الفلاني أو نحو ذلك، فيظهر لي أن الخير في عكس ذلك فأكفر عن ذلك، يعني فأفعل وأكفر عن ذلك. هل هذا فيه تعارض بينه وبين الآيات والأحاديث التي تقدمت في الوفاء بالعهد وتوكيد الأيمان والوفاء بالأيمان بعد التوكيد ونحو ذلك؟ الجواب على ذلك: لا تعارض بين هذا وذاك، لأن الآيات التي تقدمت بين أيدينا والأحاديث ونحو ذلك كلها تتحدث عن العهود والمواثيق، العهود والمواثيق، أنه لا يجوز للمسلم أن ينقض عهده وميثاقه ونحو ذلك مع الله أو مع الناس ولا يرجع عنه. أما هذا، يعني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أمر حث أو منع، يعني حض أو منع، بمعنى إذا كان في الحلف يعني أو اليمين في شيء يراد منه أو قصد منه حث أو حض أو منع، فإنه يجوز أن يرجع الإنسان عنه ويكفر عن يمينه فيه، ولا يكون ذلك من باب خلف الوعد ولا نقض العهد. ومثاله مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم حلف ذات مرة ألا يأكل العسل مثلا، وفي تفسير بعض أهل العلم حلف ألا يطأ مارية، فهذا بعد ذلك ظهر له أن خلافه أفضل، يعني إذا كان الحلف على ألا يطأ مارية فهي ملك يمين والله أحلها له، فلماذا يحرمها؟ أو العسل هو طعام أحله الله له، فهو لما حلف حلف من باب موقف معين أراد من خلاله أن يحث على شيء أو يحض على شيء أو يمتنع أو يمنع عن شيء ونحو ذلك، ولذلك إذا رجع عنه فهذا خير، هذا أفضل. ويعني الإشارة سريعة يعني للسبب، وهو فيه نزول قول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقيل أنه كان صلى الله عليه وسلم يأكل العسل عند إحدى نسائه، كان يعني يدخل عندها يأكل عندها العسل وكان يحب ذلك، فغارت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فكدن له، يعني عملوا مكيدة كده، أن إذا دخل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت عائشة وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معها، فكدن له أن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الواحدة منهن وقد أكل العسل عند زينب أن تقول له: ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ إن رائحة فمك رائحة مغافير. مغافير هذا نوع من النبات كالعسل، فيه مادة كالعسل، تعرفين نصح يعني الله أعلم التصور عندي، يعني عارفين زمان في حاجة اسمها الجميز، فكان يبقى فيه مادة لصقة كده عسلية ونحو ذلك، فلعله هو شبه والله أعلم. ها؟ فالغرض يعني ان هم في شجر اسمه المغافير بينزل مادة زي العسل كده،
بس هو ريحته بتبقى مش حلوه. فهم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هو انت واكل مغافير ولا ايه؟ هو واكل النبي صلى الله عليه وسلم عسل عند زينب، لكن هن كدن له: نجد من فمك رائحه مغافير. فقال: مغافير؟ والله لا اكل العسل بعد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي من لا نناجي، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه جبريل وكذا ونحو ذلك، ولذلك حلف الا ياكل هذا العسل الذي يتسبب فيه الرائحه هذه، وهذا لا يصح لمقام النبوه. ما فيش نبي تلاقي فيه صفات زي كده ابدا. يعني الناس ممكن في الدنيا تجد هذه الصفات لهم، ان ريحه فمه ممكن تبقى مش جيده كذا. الانبياء لا، ليس فيهم شيء ينفر الناس منهم، ولذلك حلف الا ياكل العسل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما نزل الوحي واخبره بمكيده النساء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واكل العسل وكفر عن يمينه. او على التفسير بتاع ان حلف الا يطأ ماريا، وكان يعني على هذا التفسير قد يعني وطئها في بيت حفصه فغضبت حفصه من ذلك، فاراد ان يرضي حفصه فحلف الا يطأها. بس لكن التفسير ده اضعف من تفسير العسل. فالخلاصه يعني ان هذا ليس كهذا. الايات والاحاديث السابقه كلها في الحض في نقض العهود والمواثيق، نقض العهود والمواثيق مع الله او مع الناس. اما اليمين لمجرد حث او منع او نحو ذلك فلا يدخل في نقض العهد ولا الميثاق. زي ما الواحد ممكن يقول مثلا: والله ما انا رايح ازور اخويا فلان، فهذا خير ام زيارة أخيه وصلة أخيه خير أفضل؟ بلا شك أنه يزور أخوه حتى ولو كان أخوه سيء جدا، هذا أفضل. ولذلك الأفضل للإنسان أنه هو يصل أخيه ويكفر عن يمينه، ولا يظل يحافظ على هذه اليمين ولا يكفر؟ لا، الأفضل أن يكفر عن هذه اليمين. ولذلك لا تعارض بين الآيات وبين هذا، إنما الآيات وهذا المثال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا المثال في حق من نقض العهود والمواثيق مع الله أو مع الناس، وكذلك كما سبق في يشمل كل من رجع عن الخير إلى الشر، رجع عن الخير إلى الشر. فشأنه شأن هذه المرأة التي كانت تغزل صوفها أو قطنها ثوبا جميلا ثم تنقضه مرة أخرى، وذلك لأنها حمقاء. ولذلك ينفر الله عز وجل المؤمنين من أن يكون حالهم كحال هذه المرأة الحمقاء. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.